هات صب تخف شويه ابو كمال. عليا النعمه كان في جره وطلع لبره. بس يا ريت تخلص. الله الله يا ابو كمال، انت هتقلبها غم ولا ايه؟ كل واحد يعرف مركزه كويس. حلوه حلوه حكايه المركز دي. تصلي على النبي وبلاش تجيب سيره المركز يا دكتور. ما تبقاش انت غيرك يا سباك اللي هتتكلم عن المراكز. ماله السباك؟ السباك هو اللي بياكلكوا عرخالك. تاكلني يعني ايه؟ احفظ مركزك كده. لا 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 لا، وبعدين يعني عزوز المفك عزوز، وبعدين بقى معاك تهوى. الله والله العظيم اجيب منافله وانزل فيكوا تكسير. بس غلط هو. ما قدامك واس خميس، انا دشتلك على طرف. هو متعكنن ومشدود فمطلع ديه عليه. ادي فعلا انا مشدود يا اخي. انا اسف يا دنداني، اضحك عليا. لا مفيش داعي يا جدع، احنا اخوات. ولا بلاش اخوات دي، لا تزعل، ما احنا مش قد المقام. انت دكتور قد الدنيا وانا راجل سباك. سباك الظاهر ان احنا اللي بنحقد عليك يا دنداني. احنا الثلاثه اللي متعلمين اللي متنورين ضايعين، كل واحد مننا عنده مشكله قد كده اهو. انت اللي ميت فل مكسب وعز وفرفاشه والوقت وقتك. ده بيتهيأ لكم. حاسس ان الفلوس اللي بكسبها دي فلوس جايه من الهوا، فلوس مكسبها حرام، وده اللي مضايقني. هو انت في حاجه بتضايقك ليه؟ انت بتحس زينا؟ هو انت فاكرني حلوف؟ انا بني ادم وبحس زيك بالظبط. انما انتوا بقى مسقفين ومتعلمين، تعرفوا تقولوا احنا ضايعين وبنعاني، لكن انا يا ولده معرفش اقول واعبر. طب انت حاسس انك بتكسب حرام ليه؟ انا اقول لك، علشان الحاجه اللي بريال بيعملها بثلاثة أربعة جنيه. الحاجه بتغلى ولازم انا كمان اغلى. انا خايف من بكره، بالك انت لو رقدت يوم مش هلاقي اكل. صب لي يا دكتور، صب لي يا ابو كمال. خد اتنايل اشرب، ده انت طلعت حساس مع ان منظرك منظر ابو رجاز. ايه ده؟ الازازه خلصت ولا ايه؟ اه. طب بقول لك ايه، ما تنزل يالا تجيب لنا ازازه. منين يا خميس؟ ده احنا لسه في اول الليل. انا هقول لكم على حاجه، احنا هنكمل السهره بلوش. صحيح. بقى سلام كده يا هادي، عشان شندو طبعا. ايه اللي خلاها ما جاتش؟ الغياب حجته معايا يا سيدي. ان شاء الله بينا نقوم بقى، مفيش مانع. جرسون الحساب لو سمحت. لا والله ما حدش هيدفع غيري. لا ودي تيجي برضه يا كمال، هاني بيه يزعل، المحل محله طبعا. مش ممكن. خلاص يا كمال يا حبيبي، ادام مصمم ادفع. اتفضل. ايه؟ اه 124 جنيه. كم؟ 124 جنيه. طيب معاك فاكهة 1000 جنيه؟ افندم امشي انت دلوقتي. امشي من قدام السعاد. امشي امشي من قدام السعاد. بقول لك يا هاني، ما تدفع انت المرة دي. ها خلينا بقى للتقايل. تقايل يا كمال؟ ايه انتوا معكوش فلوس ولا ايه؟ بصراحة بقى لا. ولا انا ولا انت. اه ولا انت ازاي؟ انا معيش غير 20 جنيه بس. مش كنت طول ما معكش فلوس يا اخي؟ لازم البلاغم يكون حساس. طب بذمتك ودينك دي مناظر معاها 124 جنيه. المهم هنطلع من الورطة دي ازاي؟ مفيش غير حل واحد، انا هعمل اعلان رايح الحمام هشيل سكينة كهرباء، المحل هيضل تسحبه وانا وراكم. ها؟ ابو سمعتنا خميس. سمعتنا ايه وهباب ايه؟ احنا عندنا سمعة. استر يا رب. ما كنا قاعدين على السطح محترمين، لازم تعملوا فالحين وتقولوا نسهر هنا؟ عيب وايه السطح؟ يلا يلا اتبع السطوح. أنا آسف والله يا عبد الصمد أفندي يا أخويا، لكن أنت عارف ده شغلنا ودي مسؤولية. إيه في إيه؟ أنا مضطر أحجز عليك. تحجز عليا ليه؟ صاحبة البيت أنهار السيد متولي طالبة الحجز. أنهار؟ ده إحنا كويسين قوي مع بعض. والله أنا لو معايا فلوس ما كنتش أتأخر. لا لا يا حاج باشمحضر، وأنت ذنبك إيه؟ اتفضل أحجز. لا يا عماتي لا، مالكيش حق أبدا. يوه كنا صابرين عليه عشان كنا هنبقى، لكن ده طلع دون هو وابنه وقال ايه راح يخطب بنت الجزار. ان ما كنت اجيب لك سي كمال ده راكع على رجليه. يجي ازاي بس يا عمتي؟ اولا ابوه طرده، ثانيا لما نحجز على ابوه يجي ازاي هو بس؟ مصير والصلح على ابوه وهو اللي يضغط
عليه؟ يضغط عليه عشان يخطبني؟ لا يا عمتي، انا ما اقبلش حاجه زي كده ابدا. المهم هحلها ازاي بس. انا خايف لا يلاقونا. ادي يلاقونا فين يا ابني؟ ده القاهره 9 مليون. مين اللي بيسقف؟ كمال. ايه المفاجاه دي؟ ازيك يا كمال؟ ازيك يا ابراهيم؟ ازاي؟ ازيك يا سامر؟ ازي احوالك؟ اهلا بيك. دوختنا عليك يا راجل، رحنا لك البيت ما لقيناكش، وبالصدفه المكواجي اللي في الحاره دلنا على الاستاذ خميس. دكتور لطفي بيقول لك انك لازم تيجي الكليه. ايوه بس هوري وش للزملاء ازاي بعد اللي حصل في الكليه يا اخوانا. وانت ذنبك ايه؟ راجل قليل الادب. انا رايي من راي الزملاء، ما حصلش حاجه يعني. ده ثابت ابراهيم زمايلي في الكليه. اهلا وسهلا. طيب ماشي، انا بكره هروح الكليه. طب نستاذن احنا بقى. لا لازم نتغدى سوا بقى. لا لا مش ممكن. لا انت طبعا لازم نتغدى. ما تتشددش قوي كده. مع الف سلامه، انا هنزل ابصلك. سلامه يا كمال. انا جاي معاك ابصلك. كمال خميس. اهلا يا دنداني. اما جبت حته حشيش يا خلاص إيه؟ خالص. ايه مين دول؟ مخبرين؟ لا اتفضلوا اتفضلوا. يلا سلام. اما جبت حته حشيشه. مع السلامه يا ابراهيم. مع السلامه يا سالم. مع السلامه. مع السلامه. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا عم مصطفى؟ وادي يا كمال. وادي يا كمال. حضرتك بتندى عليا انا؟ انت مش المفروض اسمك كمال برضو؟ المفروض اه يا عم. الحاول الكهرباء اجري انا شوف مين اللي قتله. هو فين؟ بتدور على مين حضرتك؟ على صاحبي كمال، قالوا لي هنا. ده جه امتى؟ امبارح. لا ده تعيش انت. مات؟ مات قتيل؟ مات فطيس؟ تقدر تستلمه من مشرحة. كمال كمال اخويا كمال، والله العظيم لا تقبل مشرحه. يا خميس. مين؟ خميس. مين؟ تعالى تعالى يا خميس، تعالى يا خميس، تعالى. هو ده العبر ولا المشرحة؟ مشرحة ايه يا اخي؟ انت كمان. انا كمال يا خميس. كمال مين؟ اللي مات؟ اللي مات انت كمان. كمال كمال صاحبي. كمال كمال. ازاي كمال؟ ازاي انت ولا انت المرة؟ تعالى هند، دي عامله تعمليها؟ اقول لك كمال تقولي لي مات؟ انت تقصد ده؟ يا اختي ده انا جات في ودني جمال، هو كمان جه في حادثه امبارح ومات. متاسفه. متاسفه؟ تموتيه وتقولي متاسفه؟ اتفضلي يا مدام اتفضلي. عملوها فيك الانداد. والحل ايه مع الراجل ده؟ اسمع خميس، العين بالعين والسن بالسن. انت ناوي تعمل ايه؟ انت قد الراجل الجبار ده؟ يا روح ما بعدك روح، استنى لما يخلص عليا بس ما فوقله. طب بس بس اخويا بس بس شد حيلك. مستني ايه؟ انت لازم تعيد الكره تاني. لا يا معلمي، لازم نتقل شويه عشان ما نتكشفش ونعرض نفسنا لسين والجيم. انا مش هستريح الا ما اشوف الواد ده منتهي نهائي. صباح الخير يا عبد الصمد افندي. اهلا. ما تاخدش على خاطرك يا عبد الصمد افندي. كفايه ان انهار ما نامتش طول الليل. ايوه النبي يا عبد الصمد افندي، اصلها بتعزكوا قوي. صحيح صحيح يا انهار. هتكتب لك تنازل عن الحجز دلوقتي حالا. طب ما تفكري شويه يا انهار. افكر في ايه بس؟ بقول لك ما نمتش طول الليل. ولا انا. ازيك دلوقتي يا نور؟ الحمد لله يا بابا، قربت اخف. السلامة ان شاء الله يا ست مولى. بقول لحضرتك ايه، انا هرجع الكلية. ما قلنا ملوش لزوم رجوعك الكلية دلوقتي. يا بابا حرام عليك، السنين الطويلة اللي قضيتها في الكلية تضيع علي هدر. ما هو انا ما اقدرش اخليك تروحي الكلية وتقابلي الواد اللي كان هيتسبب في اذيتنا كلنا. بابا اللي انت خايف منه مش هيحصل. انا مش هكلم كمال ولا هو هيكلمني. اذا كان كده معلش، بس بشرط ابعت معاكي سواق يفضل معاكي على طول. هيراقبني يا بابا؟ ما تاخديهاش كده يا بنتي، خديها ببساطه. حاضر
حاضر يا بابا، بس اروح الكليه. سيد هاني سعيد موجود؟ ايوه فهمت، موجود، عايزينه من فضلك. عايزين انا افتكر كده. انت خميس تقريبا؟ انت ولا مش انت؟ انا. طب تعالى معانا. طب اكل لقمه. تعالى معانا لقمه بس. اتفضل. انسى اللي فات، انا عايزك تنتظم في دروسك زي الاول. ان شاء الله يا دكتور. طيب مع السلامه. مع السلامه. نوره كمان وحشتني قوي. كمان وانت كمان. انا ما كنتش مصدق ان انا هلاقيك. ابعد عني. نعم؟ ابعد عني دلوقتي عشان سواء واخد بالي. انا هرمي لك ورقه وبعد شويه وطي خدها. ها انا بحبك. تعالى معانا. مطلوب القبض عليك. مطلوب القبض عليا. حضرتك مين؟ خالد الفرنجي. خالد الفرنجي؟ طب وهتقبض عليا ليه؟ مش عايز كلام، كله قاعد في حاله. ما تعطلش وقتنا وتعالى معانا. سكروا عسكري. طب بس في ورقه وقعت مني هاخدها. اتفضل. ما تزقش. بتزق ليه؟ كمان. مين؟ انا خميس. خميس مين؟ خميس صاحبك. هلا. انا مش شايف حاجه. تعال اخش منك وتعال. خميس. خميس. ازيك يا خميس؟ لا يا سيد انا هاني. ازيك يا خميس؟ لا يا سيد انا خميس. ازيك يا هاني؟ ايه اللي جمع صحبتنا كده؟ البيه يا سيدي فتن علينا. ونعمل ايه بس؟ فجأة لقيت البوس عندي في البيت، والظابط بيقول لي مين اللي كان معاك ليلة السهر؟ وأنا معرفش غيرك أنت وخميس. الظاهر إن الساندي قالت لهم عليا. طب كنت تخرس وما تقولش. عامل لي ابن ناس يا ابن ال خميس. اخرس. كلم البيع عدل. اوعى تجيب سيرة عزوز والدندنة في التحقيق اللي يسحبوهم. تعالى ده أنت أهو. إيه ده؟ يتكلم مين العسكري ده؟ عايزنا إحنا؟ أيوه أنت. طب إيه؟ التحقيق يلا. زق إيه؟ يلا. طيب جدا. بابا كده يا هاني، ايه العمليه البطاله عملتها دي؟ نمت على البوش يا بابا. معلش معلش. انما ايه اللي جاب حضرتك فجاه؟ هم قالوا لك في اسكندريه ولا ايه؟ لا اصل انا كنت بايت بره. ها؟ لان اتخانقت خناقه كبيره جدا مع ست والدتك. ليه بس؟ انا خلاص هطلقها. يا عم تطلع مين؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ ما تخلينا في الكلام اللي احنا فيه ده. ما تتكلم بس يا هاني، خلينا نروح بودنا. انا هشرح لسيادتك. عشت الفترات الأخيرة أيام عصيبة، يجب أن نتزوج وليكن ما يكون، فمن غير المعقول ألا نملك إرادتنا بأيدينا نحن المثقفين البالغين سن الرشد. انقذني مما أنا فيه. نورة. يا نهار أبوك أسود، عايزه تتجوزه من ورايا؟ ده انا اقتلها واقتله. وده كلام يا معلمي، انا محضر اللي هيأذي الواد. لا انا لو اذيته هتحبه اكتر. ومين قال ان انا هأذي الواد يا معلمي؟ ما انا هأذي ابوه، وبالطريقه دي الواد يتلبخ مع ابوه ويبعد عننا. بس انت بقى من جهتك يا معلمي تهدي الجو شوية مع الست نورة وتعشمها انك ما عندكش مانع انها تتجوز كمان. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ طوعني يا معلمي، طوعني. ده الصح. الحمد لله على السلامة. دوختوني عليكم.